اليوم 26/4/2024. السلام عليكم طلابنا. اليوم نحكي عن الانجل موديليشن. البارحة تكلمنا عن اللينير موديليشن، دبل سايد باند سبريس كارير وويث كارير، ونوهنا عن السنجل سايد باند. اليوم عن الانجل موديليشن. انجل موديليشن هذا امامكم اللي هو الاف ام والبي ام. افضل اني اروح على اوكي نبدا منها، مو مشكله. عندنا الانجل موديليشن مثل ما سوينا البارحه، نطينا مراجعه سريعه عن اللينير موديليشن ودخلنا بالمسائل مالتهم. نفس الكلام اليوم نسوي، نتكلم بشكل سريع عن الانجل موديليشن مراجعه سريعه، وبعدين ندخل على الاسئله. الانجل موديليشن بشكل عام هي المعادله هذه المعادله بشكل عام. تشوفون القلم مالتي اي سي يعني الامبليتيود مال الكارير كوساين 2 باي، باعوا هنا اف كارير وثيتا نوت. باللينير موديليشن المسج مالتنا تنحط بالامبليتيود، يعني تنحط على ظهر الكارير، لذلك التاثيرات مال الجو كلها تاثر على المسج. ليش؟ لانه بالظهر صايره مكشوفه، فنويز كله ياثر على المسج. اليوم بالانجل موديليشن المسج راح تدخل بداخل الانجل مال الكوساين. الكوساين بشكل عام هذا كوساين، خلينا نقول هذه ثيتا، هاي ثيتا هي الانجل مال الكوساين اللي هو الكارير. بداخل هذه الثيتا راح ندخل المسج مالتنا. هذه الثيتا بها فريكونسي اوميجا كارير وبها فيز. اما نخلي المسج هنا بالكارير او نخليها بالفريكونسي او نخليها بالفيز. راح نشوف هذا الكلام. انا هنا سميته الثيتا، هو فاي بالمعادلات عندي، هذه الفاي هسه تشوفون. هذه هي الفاي، هي الزاوية مال الكارير، بها تردد وبها فيز. اوكي، اذا نشتق هذه الفاي، من نشتقها بالنسبة للزمن، فأيضا هذا الأوميجا سي تي والثيتا نوت نشتقهم بالنسبة للزمن، فالتي يروح وهذا يصير صفر، لأن مشتقة الكونستانت صفر، فتصير بهذا الشكل دي فاي باي دي تي يساوي دي أوميجا سي تي باي دي تي زائد دي ثيتا نوت باي دي تي. زين، فيصير الناتج أوميجا سي زائد زيرو. هاي منو؟ هاي مشتقة الزاوية اللي بداخل الكوساين. زين، إذا نقول هاي الأوميجا سي هي الانستنتينوس فريكونسي، فراح أرمز لها بدل ما أقول أوميجا سي أقول هي أوميجا سب أي، الانستنتينوس فريكونسي. شنو الفرق بيناتهم؟ بين الكارير والانستنتينوس شنو الفرق بيناتهم؟ كتسمية لو اكو فرق علمي بيهن؟ لا لا، هي نفسها هسه هنا، لان انا هي هاي مشتقة الزاوية، يعني التردد الاني. اها، يعني بعد الاشتقاق هي تعريف المشتقة. اسمح لي بلال، تعريف المشتقة هو معدل التغير بالنسبة للزمن حاليا بهاللحظة. اوكي،
فلذلك صار الانستنتينيوس فريكوانسي. فهمتني؟ نعم مفهوم. زين، فاذا اكامله المفروض ترجع لي الزاويه، اذا اسوي له تكامل المفروض ترجع لي الزاويه، فهذا دا اسوي له تكامل فيصير التكامل الانستنتينيوس فريكوانسي بالنسبه للزمن ترجع لي الزاويه مالتنا. زين عيني، اذن صار الكلام مالتنا بهذا الشكل، يعني الامبليتيود مال كارير شوفوها مالها دخل هسه الشغل كله بداخل الانجل، بداخل الانجل. الانجل موديليشن على هذا الاساس يصير عندي فريكونسي موديليشن ويصير عندي فيز موديليشن. بالفريكونسي موديليشن الفريكونسي يتغير وفقا للمسج، بالفيز موديليشن الفيز يتغير وفقا للمسج. اوكي، على هذا نكتب هنا أنا كوساين بالفريكونسي موديليشن. هذا الفريكونسي خلي اظلله، هذا الفريكونسي راح يتغير وفقا للمسج. بالبي ام الفيز موديليشن هذا الفيز راح يتغير وفقا للمسج. زين طلاب، تطبيقاته عندنا تو واي موبايل راديو، مايكروويف كوميونيكيشن، تي في ساوند الصوت مال التلفزيون، سيلولار راديو يعني الموبايل هذا اللي بيتكم، والساتلايت كوميونيكيشن. هاي بشكل مختصر يعني. بالنسبة للفيز موديليشن أول شيء هنا بدينا به، عندنا قلنا بشكل عام هذه الثيتا نوت ممكن نساويها للصفر، فشو يبقى لي الفاي شو راح يصير؟ أوميجا سي تي زائد تيتا نوت، تيتا نوت نصفرها فيصير بس أوميجا سي تي، أوميجا كارير تي. أوكي، المسج راح نخليها بدال الفيز، تيتا نوت اللي ساويناها للصفر راح أشيلها وخلي بدالها المسج. ويا المسج اكو عندي هذا الكي بي اللي هو الفيز سنسيتيفيتي كونستانت، فيز سنسيتيفيتي كونستانت. زين، فبكل بساطه صارت المعادله مال البي ام، احنا مو عندنا كوساين أوميجا سي تي زائد ثيتا نوت، هاي الثيتا نوت شلتها خليت بدالها المسج. أوكي، وياها الفيز سنسيتيفيتي كونستانت. هذه صعبة يعني، هاي تحتاج تنحفظ ودرس، ما أعتقد، لأن هو عبارة عن أعيد كتابتها من جديد، أعيد كتابتها، هي الأمبليتيود مال الكارير كوساين فاي، الفاي هذه هي تردد زائد فيز، فيز الفيز اخلي بيه المسج، فراح يصير اوميجا سي تي زائد المسج، بس المسج اخلي لها فد كونستانت نسميه فيز سنسيتيفيتي كونستانت، فصارت المعادلة بهذا الشكل. واضح هذا الكلام؟ هذا ما يحتاج يندرخ ودخون بيه تقولون هذا قانون، موضوع سهل. بالفريكونسي موديليشن أنا أريد المسج الفريكونسي الأوميجا سي يتغير مع المسج،
اوكي، يعني وفقا للمسج. فشو اسوي؟ اضيف للفريكوانسي، تشوفون هذا هنا، خلي اكبرها. شوفون هاي المعادلة، هي شنو؟ الانستانتينوس فريكونسي عبارة عن الكارير زائد المسج وياها كونستانت كي اف، هالمرة مو كي بي، كي اف، حتى يصير الفريكونسي سنسيتيفيتي كونستانت، فريكونسي سنسيتيفيتي كونستانت. فهذا هسه الانستانتينوس فريكونسي اذا اسوي له تكامل، تكامل اوميجا اي دي تي يساوي تكامل هذا المقدار اوميجا سي، شي يكون اوميجا سي تي زائد كي اف تكامل المسج، يبقى تكامل المسج ام اوف تي دي تي. هذا كل المقدار هو الفيز، عفوا الانجل، الانجل مال الكوساين. فكل هذا ينحط ناتج التكامل بداخل الانجل. فشوف شنو صار، اي سي كوساين هذا ناتج التكامل خليناه بداخل الكوساين، هاي الاوميجا سي تي ثابته، صارت هاي هنا تكامل المسج كي اف كونستانت يطلع خارج التكامل. اوكي طلاب، واضح لهنا؟ واضح دكتور. واضح دكتور. اوكي واضح. شوفوا هنا هذا، انا عندي السنتر فريكوانسي اللي هو هذا السنتر فريكوانسي اوميجا كارير، هاي السنتر فريكوانسي اللي غير لون الخط الازرق، كانه السنتر فريكوانسي بالسنتر وعلى جانبيه اكو اجنحه، هذا جناح من هنا وهذا جناح من هنا. اوكي فنسويه نسميه سوينج. اوكي توتال سوينج هو من البدايه الى النهايه، هذا كله نسميه توتال سوينج. نصه اللي هو هذا الدلتا اوميجا اللي هو الديفيشن، هذا الديفيشن ايش قد يصير ديفيشن انحياز من السنتر فريكونسي هذا الى هنا، اكبر تردد توصل للاشاره مثل ما الاي ام والاف الاي ام بالضبط، من لما انا عندي اف كارير ومن هنا اف كارير زائد اف مسج ومن هنا اف كارير ناقص اف مسج. تتذكرون هذا الكلام، هذا مال upper side band وهذا lower side band. هنا انا عندي مو هذا الكلام، عندي مو اف مسج، عندي deviation دلتا اف، تغيير صار اسمه دلتا اف. فصار عندي هذا امامكم، عندي هذه اف كارير زائد دلتا اف، وهذه من هنا اف كارير ناقص دلتا اف، وهذا بالسنتر اف كارير. فهذا ماكسيمم فريكونسي يوصل له وهذا مينيمم فريكونسي يوصل له. اوكي هذا نسميه ديفيشن. بالستاندرات العالمية، بالستاندرات العالمية هذا الدلتا اف ماكسيمم يوصل 75 كيلو هيرتز، 75 كيلو هيرتز. طلاب انا الكهرباء كل شوية تطفى عندي وتجي،
ويظلم التابلت، هم دي يظلم يمكم؟ لا هذه السؤال. ما يظهر لنا، دي يبقى لا ما ثابت. بشيء. اوكي شنو ظلمين اي يعني؟ ثابت ثابت. اوكي عندنا اذا خلي ناخذ فد صفحة ونعيد بها هذا الرسم، خلي هاي المنطقة هاي فارغة نرسم بها. عندي حسب الاستندارات العالمية عندي هذا بالسنتر الاف كارير، صغر الحجم مال الخط، هذا الى هنا، هذا اف كارير زائد دلتا اف، وهذا منه اف كارير ايضا، هذا ناقص دلتا اف. هذا ماكسيمم 75 كيلو هيرتز، ايضا من هنا 75 كيلو هيرتز، هذا الحكي بالنسبة لل راديو الاف ام، محطات الراديو. بالنسبة للتلفزيون هذا 25 كيلو هيرتز مو 75، ايضا من هنا 25 كيلو هيرتز. تلفزيون نستخدم به الصوت مال التلفزيون. اوكي خلي نحكي هسه عن الراديو، نحكي عن الراديو اللي هو 75 ماكسيمم. عندي منا، خلينا نسوي بالاحمر، منا هاي مسافة جارد باند 25 كيلو هيرتز، وايضا من هنا جارد باند، يعني هذه فد باند مال حماية حتى لا تدخل محطة على ثانية، ومنهم 25 كيلو هيرتز. هسه كله صار منا الى هنا ايش قد؟ 25، 75، 100، 75، يا 25، 100، فهذا كله صار 200 200 كيلو هيرتز، اللي هو 0.2 ميجا هيرتز. هذا هو عرض المحطة مال قناة الراديو اف ام. فلذلك تشوف من تقلب بالراديو، خصوصا اللي منتبه عليها بالسيارة اللي بها ارقام تبين ارقام المحطات، يشوف بين كل 0.2 تجي محطة جديدة. يعني مثلا اكو عندي اني دائما اشوفها بالسيارة من امشي 103، 103.3، هذا قناة العراقية. اذا اضيف لها زائد 0.2 يصير 103.5، هذا هي القناة 103.7 ميجا هيرتز، هاي أيضا غير قناة، وهكذا. ليش هذا 0.2؟ لأنه هذا هي أنا تفصيلة قدامكم. أكو عندي ماكسيمم 75 وأكو جارد باند 25، هذا الكلام على الجانبين، فيصير عندي 200 كيلو هيرتز اللي هي 0.2 ميجا هيرتز. زين هاي الدلتا اوميجا ممكن تكون بالموجب وبالسالب، فيصير عندي زائد وناقص. زين طلاب عيني، هي ماكسيمم دلتا اوميجا من تجي من هذا المقدار. اذا نرجع على المعادله مال الاف ام، هذه من انا دا اخذ هذا الكلام، الماكسيمم دا يصير عندي كي اف في مسج اوف تي ماكسيمم. الماكسيمم مالتها ايش قد يصير؟ هذا سنجي له بالتفصيل. العلاقة بين الاف ام والبي ام، هسه شفنا انه هي المعادلة نفسها، هي المعادلة نفسها. زين
لكن بالبي ام ماكو عندي تكامل للمسج، بالاف ام اكو عندي تكامل للمسج. يعني انا اقدر اوجد الاف ام من البي ام، واقدر اوجد البي ام من الاف ام. زين، مثلا هنا حنولد اف ام من البي ام، ادخل المسج اسوي لها تكامل واسوي لها بعدين فيز موديليشن، يطلع الناتج اف ام. وهنا بالعكس، من الاف ام اولد بي ام، فلازم المسج اسوي لها مشتقه لان انا عندي بيها تكامل. زين، وبعدين اسوي لها فريكونسي موديليتر تطلع لي بي ام. واضح طلاب؟ حتى نبسط الحسابات او التحليلات الرياضيه مال الاف ام، نفترض انه المسج مالتنا هي سنجل تون، هذه عباره عن في ام كوساين اوميجا مسج تي، نفس اللي بال اي ام باللينير موديليشن، لانه الحسابات مال الانجل موديليشن الاناليسز اقصد معقده جدا جدا معقده. فنستخدم سنجل تون مسج، من نخليها انا اختاريتها كوساين، اختاريتها كوساين. زين، حر الانستانتينوس فريكونسي، عفوا انستانتينوس فيز، استوي له تكامل فيصير هذا الكلام يتكامل، شو يطلع عندي؟ يطلع عندي هذا الناتج. خلي أظلله، هذا الناتج هي كوساين كانت، سوينا لها تكامل فصارت ساين، صارت ساين. هذا الام اف منو؟ تكامل الكوساين هو شنو باعو؟ تكامل الكوساين هو ساين، مشتقة الداخل ما موجودة في برا، فقسمت عليها، لو نسيتو التكامل فصارت دلتا أوميجا على أوميجا مسج، هذا نسميه الموديليشن اندكس بالاف ام، دلتا أوميجا او دلتا اف على تردد المسج، هذا نسميه موديليشن اندكس بالاف ام، ام اف. واضح طلاب عيني؟ فصارت المعادلة عندي بهذا الشكل، هذا الموديليشن اندكس ام اف ساين اوميجا مسج تي، هذا سنجل تون اف ام modulated signal. خلي نشوف هذا المثال، بس اسمحوا لي اقول لهم ينصون صوتهم. آسف جدا طلاب عيني، نرجع تسمعوني؟ اي دكتور نسمعك. نسمعك دكتور. نجعل هذا المثال هنا بالاف ام، يقول single tone اف ام is represented by the voltage equation as، نعطيني هاي المعادلة، يقول هذه معادلة مال اف ام 12 فولت
هي الامبليتيود مال الموديوليتد سيجنال. بداخلها داخل الكارير اكو عندي 6 في 10 اس 8 تي زائد 5 ساين 1250 تي. هذه هي الانجل مال الكوساين. يريد من عندي الكارير فريكونسي. طبعا الكارير فريكونسي هنا أنا موجود لكن لازم اقسمه على 2 باي. ويريد من عندي الموديوليتنج فريكونسي. هذا الموديوليتنج فريكونسي 1250 بس لازم اقسمه على 2 باي. يريد مني الموديوليشن اندكس. احنا قلنا هذا الموديوليشن اندكس يعني 5 راسا. ماكسيمم ديفيشن يعني دلتا اف ايش قد راح يصير عندي، والباور مال الاف ام ويف ب 10 اوم. اوكي نجي على واحد واحد نحلهم. هو الاكسبريشن العام مال الاف ام هو هذا. اوميجا سي تي ام اف ساين اوميجا ام تي او اوميجا كارير تي زائد ام اف ساين اوميجا مسج تي. انا عندي المعادلة هذه الناطينية مجرد اقارن، مجرد اقارن. زين هاي الاوميجا سي هي انها هاي راديان بير سكند. انا رايدها بالهيرتز فقسمها على 2 باي يطلع عندي 95.5 ميجا هيرتز. طبعا عندكم بدياله 97.5 ميجا هيرتز. هذه قناة العراقية بدياله. انا جايبها مرة سؤال للطلاب بالفاينل. زين هسه يريد التردد مال الموديوليتنج سيجنال يعني مال المسج اللي هي هاي 1250 هي الاوميجا مسج. اقسمها على 2 باي يطلع لي 199 هرتز. بعد شي يريد الموديوليشن اندكس ام اف. هي انا راسا هذا من اقارنه يطلع لي هذا 5. اذا الموديوليشن اندكس هو 5. يريد من عندي بعد دلتا اف او دلتا اوميجا. انا دا اشتغل كله بالهيرتز فاطلع دلتا اف. فام اف انا اعرفها هذه الدلتا هاي الام اف اللي هي 5 هي تتذكروها هنا بالمعادلة الاصلية باعوا هي دلتا اوميجا او دلتا اف على تردد المسج. فصارت هذه بكل بساطة أنا عندي 5 هاي تساوي 5 تساوي دلتا اف على اف مسج هاي تساوي 5. هذا عندي 199 وهاي 5 فقط أضربهن يطلع لي دلتا اف. هذا الحكي يطلع 995 هيرتز. الباور ديسيبيتد. الباور هي في روت مين سكوير تربيع على R. في روت مين سكوير هي البيك اللي عندي أنا 12 على جذر 2 تربيع على 10 يطلع عندي 7.2 واط. هاي هي الباور. خلص السؤال، خلص السؤال. هذا سؤال آخر عندي يقول هذا التردد 107.6 ميجا هرتز. 107.6 ميجا هرتز شو العدد بدأ يقل صرتوا 10 كنتوا ما شاء الله 16. اجتهدتني ضعف وطلعهم من كيف من يطلعهم؟ أنا ما حاط حدود. لا لا لا، أي واحد انتهيت من يضعف، هو التطبيق انتهيت من يضعف يطلعهم من الكلاس.
دكتور شكل مشيت طاير. وضعتي خلاص النت مالته. زين، اذا عندنا كارير سيجنال قيمته 107.6 ميجا هرتز، اكو هيك محطه 107.6، انا اللي اعرفه اكو 106.3.5.5 7.9 107.1 بوينت 3.5 بوينت 7. اذا ما عندي محطة بهذا التردد، ما عندي، لان تشوفون هو زيادة بوينت 2، فاكو عندي اما 107.5 او 107.7، ما عندي 107.6. على الاقل عندنا احنا بالعراق، عندنا احنا بالعراق، لان احنا نبدا من 88.1 ومقدار الزياده 0.2، وتشوف هيجي توصل هاي الارقام اللي هسه انا كتبتها. ف 107.6 ما عندنا احنا بالعراق. المهم يقول هذا الكارير سوينا له موديليشن بمسج ترددها 7 كيلو هرتز، 7 كيلو هرتز. زين، ساين ويف، ساين ويف ريزلتنت اف ام سيجنال، يعني الناتج مال الموديليتد سيجنال بها ديفيشن قيمته يعني دلتا اف 50 كيلو هرتز. احسب كارير سوينج اوف ذا اف ام سيجنال، كارير سوينج اوف ذا اف ام سيجنال، ويريد عندي اكبر واصغر فريكونسي توصل للاشاره، يعني الكارير زائد دلتا اف والكارير ناقص دلتا اف. زين، واريد بعد عندي الموديليشن اندكس. زين، خلينا نرجع على المعادله الاصليه مال الاف ام، هي هذه، او ناخذها من هاي الاصليه، هي عباره عن عندي الكارير، عندي كارير وعندي موديليشن اندكس وعندي تردد المسج بالداخل هنا. اوكي، فنجي نحسبهن هذن اللي يريدهن هو. هو ناطيني يقول الكارير التردد مالته 107.6 والمسج ترددها 7 كيلو، والدلتا اف ناطيني اياه 50 كيلو هرتز. مسموح هذا 50 كيلو هرتز طلاب؟ اذا راديو من يجاوبني؟ بلال. نعم دكتور. مسموح هذا بالراديو دلتا اف 50 كيلو هرتز؟ لا، لازم اقل شيء 88 88. اذا انت رايح بعيد، خلينا نشوف غيرك. خطاب عمر، مو هو الحد الادنى له؟ هسه هسه اجي لك. خطاب. نعم دكتور. ويانا خطاب. وياك. مسموح هذا 50 كيلو هرتز دلتا اف اذا كان راديو؟ لا دكتور ما مسموح. ليش؟ هواي غير دكتور، هو 50 كيلو. شوف غيرك. مصطفى علي زيدان. طيب مسموح؟ مسموح ليش؟ يعني قيمة يعني صغيرة. عمر طالب. عمر طالب. نعم دكتور. مسموح دلتا اف 50 كيلو هرتز اذا كان راديو؟ ما ادري المهم، ما في المعادله. ما اوكي، قولي ايه، قولي ايه غسان. راديو تي في واحده 75 واحده 25. هسه انا اذا اقول راديو مسموح هذا؟ لا، رايح بعيد عنك.
آية ولا آية ولا نعم دكتور. مسموح مسموح الخمسين كيلو هيرتز بالراديو دلتا لا اف دكتور. ديفيشن لا لا لا. زين. آيات بعيد عليه. باسم، دكتور هموت آيات 3 كيلو باسم هرتز مسموع من اسمح لي اسمح لي خلي بس عافية خلي أسأل وبعدين أرجع لنا شو اسمك. آيات باسم برضه اي دكتور وياك. مسموح دلتا اف 50 كيلو، لأن هو المجز مالته 75. يعني مسموح هذا؟ لا زين. مصطفى علي زيدان يمكن سألناه. زهراء سيروان، نعم دكتور. مسموحة هذه القيمة؟ لا دكتور لا مسموح. مرتضى، مسموحة هاي القيمة؟ لا دكتور. ماريا جمال، مسموحة هاي القيمة؟ لا دكتور. عباس، لا دكتور ما عباس ويانا؟ ايوه يا اذا هسه انتم كلكم تقولون ما مسموح. خلينا نرجع على الرسم او خلي اشوف انا هسه بيع صفحه 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 9. خلي اخذ صفحه جديده ونجي نتفاهم عليها. انا عندي هذا الاف كارير، اوكي عندي منه دلتا اف ماكسيمم مسموح لي 75 كيلو هرتز، ومنه احتياطي 25. هذه منه لهنا 25 دكتور، وهذه اسمحي لي خلي اخلص بابا آية. هذه 75 كيلو هرتز نفس الحكي من انا عندي هاي المسافه 75 كيلو هرتز ومنها احتياطيه 25 كيلو هرتز. هذا هو ماكسيمم دلتا اف وهذا ماكسيمم دلتا اف. اني الاشاره مالتي هسه بالمثال دا توصل لي 50 كيلو هرتز، يعني لهنا انا اللي توصل. تعدت الحدود لو ما تعدت؟ ما تعدت الحدود لان انا مسموح لي بالراديو 75 كيلو هرتز. هي ما تعدت الحدود. يعني لو نعطيني دلتا اف تساوي 100 كيلو هرتز يعني عبرت ال 75. يعني عبرت ال 75 فصارت منا إلى هنا، يعني حتى دخلت على الجارد باند. هذا اللي يكون ما مسموح. بس أنا عندي 55 كيلو هرتز فقط، يعني فقط هاي المنطقة، يعني ضمن الرينج ما عندي إشكال. فليش ما مسموح؟ انتوا كلكم هسه قلتوا ما مسموح، يعني ما فاهمين الموضوع. اعيد الشرح طلاب. فهموني قولوا لي هذا الكلام واضح؟ انتوا كلكم قلتوا ما يصير، بينما انا دا اشوفها تصير، لان انا عندي 50 كيلو هرتز. 50 كيلو هرتز هاي المنطقة فقط، يعني ما تعدد الحدود مال ال 75، هو ماكسيموم 75، انا عندي بس 50 كيلو هرتز. واضح هذا الكلام طلاب؟ يا دكتور واضح. آية شنو اذا تقولين آية غسان؟ دكتور ذكرت الملاحظة اللي كنت كاتبتها ان الماكسيموم مالته كان 75، فدا اقول لك ان هو مسموح.
يعني ما خرج عن الرينج، ما طلع عليه انفنتا وتعدى على غير محطة بس ما لحقت. زين عاشت ليش. السؤال مال الامتحان الشهري اللي جبت لكم اياه، قلت لكم اذا احسب الدلتا اف وشوف لي هذا يتعدى على المحطات اللي بصفنا، فطلع عندنا 750 كيلو هيرتز هذا الدلتا اف بالامتحان، يتعدى الحدود؟ يتعدى دكتور يكسرها الحدود كسرها بعشرة أضعاف، يعني دخل وين؟ كل 100 من هاي 750 تمثل دلتا اف كاملة ويا الجارد باند، ف 75 زائد 25 100 يصير 650 بقى، 100 هذا المسموح له إلى هنا ويا الجارد باند، بقى 650. 650 هذه إذا طلع منها 200 حتى يأخذ المحطة اللي بصفة كاملة، المحطة اللي بصفة كاملة هاي 200 زين، فش يبقى لي؟ يبقى لي 450. همشي من عندها 200 يروح على المحطة الثالثة يبقى لي 250، شيل من عندها 200 يروح على المحطة الرابعة، مو صحيح؟ يبقى لي 50 تدخل على المحطة الخامسة، يعني تعدى على 5 محطات، عبر المحطة مالته وراح على 5 محطات منها ومنها زين. فبالامتحان انا كنت كاتب لكم يصير هيك كلام لو ما يصير، يعني اذا الدلتا اف طلع 750 فهل اكو عندي تعدي على المحطات التاليه والسابقه؟ ما حد مجاوبني على هذا الكلام. هسه اتوقع الكلام واضح لكم، مو صحيح ماريا؟ مو يا أنا ماريا، عايفة الجهاز ورايحة ماريا مرتضى. ها ماريا واضح دكتور؟ خطاب عمر. نعم دكتور واضح الكلام؟ واضح. عمر طالب واضح دكتور؟ واضح. زين احنا يا صفحة كنا 10 صفحة 9 هنا كنا، لا مو هذا بل قبله هذا صفحة 8. إذن استحنا بالسؤال يقول لي أنت عندك كارير 107.6 ميجا هيرتز وعندك مسج 7 كيلو هيرتز ساين وعندك دلتا أف 50 كيلو هيرتز، شفنا أنه هسه الدلتا أف اللي نعطيها منطقية ما عندي مشاكل بها إلى هنا، ما عندي مشكلة. يريد الكارير سوينج، السوينج يعني الجناح كامل زين حوالين الكارير، ويريد أكبر وأصغر تردد توصل للإشارة، يعني كارير زائد دلتا اف وكارير ناقص دلتا اف، ويريد الموديليشن اندكس إيش قد يصير. فأجاني أشوف المعطيات عندي هذني، هذه هي المعطيات، الكارير 107.6 والمسج 7 دلتا اف 50. الكارير سوينج هو 2 في دلتا اف، لأن احنا قلنا السوينج هو، خلي امسح هذه، السوينج هو من البدايه الى النهايه حوالين الاف كارير، هذا كله السوينج. اوكي ايش قد يصير؟ يعني من انا دلتا اف
ومن هنا دلتا اف، فانا هو ناطيني 50 كيلو هرتز الدلتا اف، عندي ثاني منه ومنه، فالسوينج كل الجناح يصير 100 كيلو هرتز. اوكي هذا الناتج 100 كيلو هرتز. يريد بعد اعلى تردد واصغر تردد، فالكارير هذه النقطة هي كارير زائد دلتا اف، وهاي النقطة هي كارير ناقص دلتا اف، ف 107.6 ناقص 0.05 و 107.6 زائد 0.05 زين، هاي الزائد اللي هي الاعلى يصير هذا الناتج. طبعا حولوا الوحدات، هاي ال 50 كي يعني 0.05 ميجا هرتز زين، حتى تجمعها ببساطة، فيصير عندي 107.65 و 107.6 ناقص 0.05 ميجا، يصير عندي 107.55 ميجا، هذا اللور فريكونسي. موديليشن اندكس، يعني عندي الدلتا اف وعندي الاف مسج، فقسم دلتا اف على اف مسج يطلع عندي الام اف 7.143. خلاص الحل، تشوفون الموضوع سهل، موضوع سهل. اكو بي اشكال عندكم؟ لا دكتور، عندي هنا مثال يقول عندنا محطة determine دلتا اف، يريد دلتا اف والكارير سوينج مال اف ام سيجنال اللي بها ريستنج فريكونسي 105 ميجا هيرتز، يعني الكارير فريكونسي، هذا من يقول ريستنج فريكونسي يعني الكارير فريكونسي، ابر فريكونسي 105 بوينت، ماذا اشوف هذا 0.007 ميجا هيرتز ابر فريكونسي، يعني خلينا نرسمها، يقول عندك فد اشاره اف ام بها ريستنج فريكونسي 105، يعني هذا هنا اف كارير يساوي 105 ميجا هرتز، ويقول ابر فريكونسي ده توصل للاشاره هنا هذا قيمته 105.007 ميجا هرتز، يعني هذا دلتا اف هنا الفرق بيناتهم يطلع لي دلتا اف، صح لو لا؟ صح لو لا طلاب؟ جاوبوني، اكو حد عنده اشكال بهاي النقطة؟ تسمعوني لا؟ لا بسمع دكتور، اسمعك البقية؟ نعم بلا بلال انت تحكي هاي، وينك يا محمود؟ يا صاد يقطع النت شوية ضعيف يمين، دائما انت تناقشني، وينك هسه؟ شو يعني ما تسمع صوت بشكل واضح، بيقطع زين. آيات آيات باسم، أي دكتور ده سمعك؟ أدري هسه عندك إشكال من ده تسمعيني لعد؟ أكو عندك إشكال بهاي النقطة شرحتها؟ لا دكتور ما عندي. راح أعيد الحكي طلاب، راح أعيده. يعني وا دكتور يقول عندك ريستنج فريكونسي هذا الاف كارير قيمته 105، اوكي هذا هي انا ناطري 105، ويقول عندك اعلى فريكونسي توصل للاشاره هو هذا هذا الاف اف هاي، يقول قيمته هذه 105.007 ميجا هرتز زين، فأنا من هذا الكلام أقدر أقول أنا عندي الفرق بيناتهم هذا
يعطيني دلتا اف، صح لو مو صح؟ صح دكتور. اذا انا هسه وجدت الدلتا اف عندي، وجدت الدلتا اف زين، واقدر اطلع بها من هذا الكلام حتى الاف مسج، واطلع الاشاره مال الاف كلها هسه اقدر اخليها. المهم يريد من عندي find the lowest frequency reached زين، والكارير سوينج، هذا الكارير سوينج يريد. الكارير سوينج هو يعني هذا في اثنين، لانه منا ومنا يمثل لي كل الجناح زين. فمجرد الدلتا اف اللي انا طلعته طلع عندي 7 كيلو هيرتز الفرق بين الكارير والهاي، اضربه في اثنين بس يطلع لي السوينج. هذا اول شيء رايده من عندي، هاي ال 14 كيلو هيرتز. ويريد عندي بعد الاف لو، هاي هنا اف لو اللي هي شنو، هي الكارير ناقص دلتا اف، هم حسبناها طلع عندي هذا الرقم وانتهى الموضوع. هذا السؤال بس. يا واضح يعني انا من الرسم قدرت اطلع المطلوب. قول بابا دلوقتي مثال، مثال ماذا افتهمك؟ اقول لك انه المثال سهل. لا ليش ما تجاوبون بالامتحان؟ ما كان موضح لك يعني ناقة واحدة. إيه لأنه ما تحاولون تصورون السؤال، يعني صورون السؤال رسموه. يقول إيش قد الـ MF؟ هنا بالسؤال يقول إيش قد الـ MF؟ خلي أغير لون هذا، شو أخضر ما عندي، هذا الأحمر. يقول إيش قد الـ MF؟ من عندي بابا مربع باربع الوان، من عندي اضربي هذا اضربي اضربي. بس هنا انا المشكله عندي الورقه الدرعيه مالتها الباك جراوند سوداء. هنا انا سيريد الام اف موديليشن اندكس مال الاف ام. اذا يقول عندك السوينج 100 كيلو هيرتز يعني الدلتا اف ايش قد، لان هو يقول سوينج، السوينج يعني من البدايه للنهايه، وهاي هنا الاف كارير، هاي دلتا اف وهاي دلتا اف القسم على 2 يعني الدلتا اف هنا 50 لان اعطيني اياه كله هو 100 زين. ويقول الاف مسج 8 كيلو هرتز، احسب لي الام اف زين. فانا عندي دلتا اف 50 وعندي اف مسج 8 كيلو هيرتز، اقسمهم يطلع لي الموديليشن اندكس. انتهى الحل، انتهى الحل زين. عندي سؤال، هذا الكلام اجي له هسه بعدين، خلي اروح على يا صفحه احنا هسه 11. عندي سؤال جايبه لي بالفاينل، جايبه بالفاينل سنه 2017-2018 الدور الاول. بالسؤال انا نعطيهم معادله مال اف ام في اوف تي تساوي 24، خلي اتاكد من السؤال، السؤال الثالث كان اي 24 في ناقص 1 على 2 زائد كوساين تربيع 3 في 10 و 8 باي تي زائد 2.5
ساين 1250 باي تي. رايد من عنده أني يطلع لي الكارير، تردد الكارير، تردد المسج، والموديليشن اندكس، ودلتا اف الديفيشن. هسه التردد مال المسج الكارير ايش قد؟ ايش قد تردد الكارير؟ انا نعطيه هنت بالسؤال. انتبهوا انتبهوا طلاب، انتبهوا، هاي هنا اكو تربيع على الكوساين، وهذا هنا الدي سي عندي برا بداخل ال 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 الإشارة. زين، هاي شلون نحل هالمشكلة؟ أنا ناطيه بالسؤال قايل له هنت، كوساين تربيع ثيتا يساوي 1/2 زائد 1/2 كوساين 2 ثيتا. فأنا لازم أخلص من التربيع هذا الموجود، فيصير عندي نصف زائد نصف هذا المقدار. زين، نصف زائد نصف هذه الزاوية كلها، لح أشرها بالأصفر. هذه هي هسه الزاوية كلها اللي هي ثيتا، فخلي اكتبها مرة ثانية. V of T تساوي 24 في ناقص 1/2 زائد كوساين تربيع ثيتا. اوكي، اخلص من الكوساين تربيع ويساوي 24 في ناقص 1/2 زائد كوساين تربيع هي هذه، فصير 1/2 زائد 1/2 كوساين 2 ثيتا. زين، شو يصير الناتج؟ راح يروح عندي بالاسود، نسوي هذا ناقص نصف يروح ويا هذا النصف. زين، وهاي النصف تطلع برا، يعني دخل 24 داخل القوس، يصير عندي الناتج 12. هاي شنو؟ شو صار اصفر؟ 12 كوساين 2 ثيتا. زين، راح التربيع وراح النصف، ف 2 ثيتا يعني هذا اللي بالداخل. الثيتا هي قلناها 3 في 10 أس 8 باي تي زائد 2.5 ساين 1250 باي تي. هذا اضربها في 2 لان هاي تمثل الثيتا، هاي الثيتا هي هذه، فقط اضربها في 2. شو يصير الناتج؟ 12 كوساين 6 في 10 اس 8 باي تي زائد 5 ساين 1250 باي تي. زين، هسه صارت عندي جاهزة، صارت عندي جاهزة. هسه الفريكونسي مال الكارير هذا تقسيم 2 باي، فريكونسي مال المسج هذا تقسيم 2 باي، موديليشن اندكس هو هذا. زين، عندي موديليشن اندكس وعندي تردد المسج، هذا تردد المسج هنا بس اقسمه على 2 باي، وعندي الموديليشن اندكس هذا اقدر اطلع دلتا اف الديفيشن. فشوفوا الحل هنا موجود الثاني خالق إني يا صفحة كنا، لا عفوا هذا مال فاينل، خلي أكمل الحل مالته. صارت عندي الإشارة بهذا الشكل. إذا F كارير يساوي 6 في 10 أس 8 باي على 2 باي يساوي 3
في 10 أس 8 هرتز، يعني شنو؟ 300 ميجا هرتز. 300 ميجا هرتز. 300 ميجا هرتز. زين، هاي يعني على حدود التلفزيون. عندي بعد الألف مسج، ألف مسج يساوي 1250 باي على 2 باي، ويساوي 625 هرتز. موديليشن اندكس هي أنا هذا جاهز، 5 هذا راسم. فأقول له الموديليشن اندكس ام اف يساوي 5. يريد من عندي بعد دلتا اف. انا عندي دلتا اف ام اف تساوي دلتا اف على اف مسج. زين، يعني من عندها تطلع لي الدلتا اف هي ام اف في اف مسج. ها هي الدلتا اف. فاذا الدلتا اف تساوي 5 هي موديليشن اندكس في اف مسج 625، ويساوي 3125 هرتز، يعني 3.125 كيلو هرتز. خلص الحل، هذا اللي انا كنت طالبه. الفيكه فقط انه انا ناطي الاشاره بهذا الشكل، ناطوك بها تربيع واكو هذه الشغلات، يعني مجرد لا وهم الطالب، لكن نعطيه ال 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 الهنت بالحل. يعني انا منبهه دير بالك ترى هاي اكو تربيع، لان انا نعطيه هنت هذا قايل له هذا الهنت. خل اظل له بالازرق، نعطيه هذا اني، يعني اذا بالله دير بالك شيله للتربيع ما يصير يبقى. فقط شلت التربيع عوضتها، صارت الاشاره واضحه بهذا الشكل، كلش واضحه، رجعت ستاندر. طلعنا من عدا اي شيء نريده. الى هنا اكو سؤال طلاب؟ ما عندنا. لا دكتور. زين، نرجع نكمل. يا صفحة كنا احنا؟ اعتقد صفحة 9. حفظوها وياي يا طلاب، حفظوها وياي. اعتقد صفحة 9 و8. 8 يمكن. هاي صفحة 8. اتوقع هاي 11. صفحة 11. هاي التكنيكال كونسيدريشنز، هاي اتذكر بالمحاضرة انا حكيت لكم اياها. من يحكي بصوت عالي ف دلتا اف، اسف، دلتا اف يكبر. من يحكي بصوت ناصي الدلتا اف يصغر، هذا يصير زياده، وهنا الدلتا اف يصير نقصان لما يحكي بصوت انصه، لانه اكو عندي اني شو اسمه المسج صايره ويا الفريكونسي. لكن هم خلونا حدود ال عالميا، قالوا دلتا اف ماكسيمم بالراديو هو 75 كيلو هرتز، قلنا قبل شويه، تكلمنا عنه قبل قليل. وبالتلفزيون خلوه 25 كيلو هرتز ماكسيمم. زين، هي حدود الراديو 88، عفوا من 88 الى 108 ميجا هرتز. ما تبدا بال 88 فت، لا، تبدا ب 88.1 ميجا هرتز ويزيد، مثل ما حكينا قبل قليل وفسخناها، تصير 200 كيلو هرتز بالنسبه للراديو الاف ام. عموما البرسنتج موديليشن
percentage modulation هنا بالاف ام هو دلتا اف اكتوال على دلتا اف ماكسيمم. شوفوا الدلتا اف ماكسيمم بالراديو 75 كيلو هرتز، بالتلفزيون 25 كيلو هرتز. الاكتوال هي اللي الحقيقيه ايش قد واصله هسه بالنسبه لل 75، فهذا نسميه البرسنتج موديوليشن. يعني قبل قليل من قلنا 50 كيلو هرتز تتذكرون، وقلت لكم مسموح لو ما مسموح. هذا هو الاكتوال، هذا السؤال 50 كيلو هرتز نعطيني اياه هذا، فهذا الحقيقي هو ده يوصل 50 كيلو هرتز، المسموح ماكسيموم 75 اذا كان راديو زين، و25 اذا كان صوت التلفزيون. فالاكتوال هو الحقيقي اللي قد توصل للاشاره، نقسم على الماكسيموم يطلع عندي البرسنتج موديليشن بالاف ام. واضح طلابي؟ خلينا نشوف سؤال. يقول اف ام ترانسميشن بفريكونسي ديفيشن 20 كيلو هرتز، احسب لي البرسنتج موديليشن اذا كان عندك راديو يبث من ال 88 الى 180، واحسب لي البرسنتج موديليشن اذا كان عندي صوت التلفزيون او الاوديو مال التلفزيون. فانا عندي دلتا اف 20 كيلو هرتز، اجي بالراديو اقسمها على 75، اقسمها على 75 زين، واضربها في 100%، يطلع لي البرسنتج موديليشن مال الاف ام هذا الناتج. شوف 20 على 75 يطلع لي 26.67%، هذا البرسنتج موديليشن مال الاف ام. اذا كان تلفزيون فمجرد اغير هذا الرقم ال 75 يسوي 25، تطلع النسبه مال البرسنتج موديليشن اكبر. دكتور تطلع 80% مال تي في. بس لحظه يا مرحبا. تمام اوكي خلاص الحل. قول عمر الاف ماكسيموم اذا اعطيتني مثلا راديو او تلفزيون، الاف ماكسيموم انت تذكر لو احنا لازم نعرفه؟ هو شوف السؤال عن ايش نعطيك، اذا نعطيك راديو انت تعرفه هو 75، واذا نعطيك تلفزيون فهو ماكسيموم 25. لازم نسوي يعطيني اياه، لازم احنا نعرفه. مو شرط يعطيك اياه، مو شرط يعطيك اياه. تمام. هاي كمهندس اتصالات انت لازم تعرفها. تمام تمام احفظها. هي 75 و25. الى هنا عندكم استفسار؟ لا ما عندنا شيء دكتور. لا دكتور. اكو عندي وايد باند اف ام ونارو باند اف ام. دكتور من الزحمة؟ نعم. نعم. عندنا التردد اللي قلت عليها مال الراديو من 88 بوت 1 الى 108. هاي بيحرق. هذا الراديو. شلون؟ بيحرق بالسؤال مثل ما تعطينا اياه نستخدم هذا التردد. هذا الرينج مال محطات الراديو بابا آية ولا يمكن كانت تحكي؟ اي دكتور. ايه هذا الرينج مال محطات الراديو تبث من 88 الى 108. تمام دكتور مشكور. زين اكو عندي وايد باند اف ام ونارو باند اف ام. هذا اتذكر احنا حكينا بالمحاضره ووفينا به،
بس خلي نجي له بشكل سريع. من أبسط المعادلة أخليها بالفيزر فورم، يصير عندي المعادلة بهذا الشكل. زين طلاب لحظة لها، هاي المعادلة بالفيزر فورم صارت مال الاف ام. من اجي اريد ابسطها، ظهر كي اف في واي اوف تي، هذا ده اصغر بهواي من واحد، يعني اقدر اقول قريب الصفر بس هو مو صفر. زين، فهذا الاكسبوننشال يتحول الى هذا الشكل، اقدر اكتبه بهذا الشكل exponential os j kf y of t يساوي تقريبا 1 زائد j kf y of t. زين، فالمعادلة راح تصير بالأخير تصير بهذا الشكل. شوفوا المعادلة إلنا تشبه الدبل سايد باند سبريس كارير، تشبه الدبل سايد باند سبريس كارير. وهاي المعادلة هسه إذا أرسمها من نسويها فوريير ترانسفورم، يطلع عند الباند ويث مالتها يساوي 2 اف مسج، هذا النارو باند اف ام، الواي الباند ويث مالته فقط 2 اف مسج. زين، نفس الكلام ينطبق على البي ام، نفس الكلام. شوفوا نفسه، من أبسط المعادلة راح تصير بهذا الشكل، هم الباندويث مالتها يصير 2 اف مسج. إذا أريد أولد الواي النارو باند اف ام والبي ام، نفس المعادلة اللي هسه توصلنا لها، هذه فقط ارسمها. شوفوها، عندي كارير وعندي كارير لكن فيز شيفت عنه 90 درجة، وعندي المسج. زين، فمن اجي ارسمها هذا البلوك دايجرام يصير عندي كارير ولدنا، اجي اسوي له فيز شيفت 90 درجة، يعني اذا كان كوساين هذا هنا راح يصير عندي ساين. زين، وعندي بالانس موديليتر، المسج اسوي لها تكامل وادخلها راح يطلع عندي هذا، وانا عندي كوساين فقط اجمعهم تطلع المعادلة مال قبل قليل اللي شفتوها. بالنسبة للبي ام نفس الكلام هذا، بس انتبهوا هنا المسج ما سويت لها تكامل، ما بيها تكامل. البالانس موديليتر هو هذا شكله، انا هسه هذا ما اريد اركز عليه، شوفوا انتم يومكم بالكتاب. اريد اروح انا بعد على باقي المسائل. نعم عيني تفضل. دكتور هاي الرسومات تجي بالامتحان؟ هي ليش لا؟ طبعا الأسئلة اللي نزلت لكم إياها في الجروب من ضمن الأسئلة، هاي البلوك دايجرام موجود. تمام دكتور. أنت ما شفتهم بالجروب الأسئلة عباس؟ تمام بلش شفتهم بس يعني بعد ما طبت على الملفات. اوكي. سنجل تون نارو باند اف ام، سنجل تون نارو باند اف ام، يعني اذا اخلي المسج مالتي هسه هي هذه، اخليها بالمعادله الاصليه مال السنجل تون نارو، عفوا مال النارو باند اف ام، فتطلع عندي هاي الواي اوف تي بعد ما اسوي لها تكامل، تطلع عندي المعادله بهذا الشكل.
هاي المعادلة إذا تلاحظ صار عندي هذا الموديليشن اندكس، لاحظوا عفوا الام اف عفوا اي صحيح مضروب بالكي اف ويا امبليتيود مال كارير. فالام اف الام اف هو هذا صار، هذا الام اف هي خلي اظل احنا هذا موجود اللي هو الموديليشن اندكس، صار كي اف الفريكونسي سنسيتيفيتي كونستانت مضروب فيه الامبليتيود مال المسج ومقسم على التردد مال المسج.